شباب الله يعطيكم العافية، معكم بشاكر. اليوم موضوع حلقة بيكون ألعاب كان أحلام غريبة أو كوابيس، يعني لما تلعبونها تحسون البطل الرئيسي أو الشخصية الرئيسية ممكن أنها تقوم من النوم بأي لحظة، وحتى الألعاب هذه تشوفونها مايلة للألعاب الواقعية بس تصير فيها شغلات أمور غريبة. فأتمنى يعجبكم الفيديو ولا تنسون نشر القناة اللي تقدرون عليه ولا تنسون لايك ورايكم بالكومنتس. مشاهدة ممتعة. أول لعبة حبيت أذكرها وهي إنسايد. هاللعبة من الألعاب اللي تخليك ضايع، ما تشرح لك من البداية شنو صار أو شلون وصلت حق هالمكان، وكأنك حلمان بكابوس وناطر تقعد منه. إنسايد تخليك ضايع فيها من الأمور اللي قاعد تدور حواليك، ولازم عليك أنت كلاعب تحاول أن تستوعب أن شنو قاعد يصير معاي وشنو العالم المظلم اللي قاعد تدور فيه، وهل هو من الواقع والخيال. وهذا كان من أهداف مطورين اللعبة أنهم يقدمون لك عالم غريب وبجد أبدعوا من هالناحية. فيتل فريم 3، الجزء هذا بجد ينطبق عليه مقولة ألعاب تعتبر أحلام غريبة. الفكرة بالبداية كأنك أنت بحياة واقعية وعايش حالك حال أي إنسان، وبعد ما يصير الليل بتروح غرفتك وتنام، ومن هنا يبلش العالم الغريب هو أنك بتدخل بأحلام وكوابيس غريبة. بس هم وأنت تجول بهالعالم ما راح تقول أنك حلمان وكأنك بالواقع، بس ما تدري ايش قاعد تصير حواليك. وبعد ما تقدم اللعبة بنقطة معينة راح تقعد من النوم، وكل يوم بتكرر نفس الشيء وتروح للعالم الغريب لما تنام. والشيء الأغرب انك بعد فترة بتشوف الشغلات الغريبة تصير معك ببيتك لما تتجول فيه، والصراحة كنت تشوفه مرعب اكثر من العالم اللي تدشه بعد ما تنام. Little Nightmares او الكوابيس الصغيرة، هاللعبة بذكركم بلعبة Inside مو بس من ناحية طريقة الكاميرا او ان الشخصية صغيرة، وحتى من ناحية طريقة اللعب، بس تلقاها تركز اكثر على الغميضة او الهايد اند سيك. بالبداية تشوف شخصيتنا الرئيسية تقوم بمكان مظلم وبعالم غريب كأنه عالم ثاني مختلف عن عالم البشر. وواحدة من الشغلات الفرق الملحوظ بين حجم شخصيتنا الرئيسية والشخصيات اللي تلاحقك باللعبة واللي أشكالهم غريبة كأنهم لابسين أقنعة، فما تدري هل العالم هذا واقع أو أن شخصيتنا على اسم اللعبة عايش بكوابيس وتشوف هالمكان منظور طفل. لما يكون خايف يشوف الأشخاص الكبار بالعمر ويعتبرون شخصيات وحشية. Little Nightmares نفس طريقة إنسايد، ومن الألعاب اللي ما تشرحك القصة وعادي تخلصها وانت للحين ما فهم شنو قاعد يصير معك. من الألعاب اللي حبيت أذكرها وهي Evil Within 2. مثل ما انتم عارفين ان البطل يدش بجهاز اسمه ستيم، والجهاز يخليك تدخل مثل احلام او عالم صانعينه منظمه معينه، ولما تدش هالعالم بتشوف انه ماي الحياه واقعيه بس على عفسه وامور غريبه بيعرفونها اللي جربوا اللعبه. الجهاز اللي ذكرته اسمه ستيم، في شغله ممكن يخليك تدخل باحلام ورا احلام، واذا وصلت لمرحله ممكن انك حتى ما تطلع منه لمن يموت جسمك الموجود بالواقع. واذا حاولت تطلع من احلامك بطريقه ثانيه او جهاز ثاني غير ستيم، اغلب الاحتمالات انك بتدخل باحلام غير نهائيه. اول لعبه طرت ببالي لما اقول العاب كان احلام وهي سايلنت هيل، وعندنا مثال بالجزء الاول لما البطل بدايه اللعبه يحوش حادث في السياره لما كان مع بنته، وبعد يقعد من النوم يشوف ظل بنته ويلحقها بالمدينه، لما يوصل المكان يحكرونه فيه وحوش، ولما يموت تشوفه يطلع حلماني يقوم مخترع. بس هم بعد ما يقعد ويكمل يشوف ان الوحوش الغريبه موجوده بالواقع. هالشغله ان البطل بدايه يكون حلمان موجوده اذا ما كنت ناسي باغلب اجزاء السلسله. وهم بعد ما ننسى الجزء الرابع من البداية لما البطل يقعد من النوم تلقى البطل محكور بشقته ومو فاهم ليش او شلون هو محكور بالشقة ومكفول عليه من كل مكان. فوق هذا لما يحاول يطلب مساعدة من الدريشة ما في احد يسمعه وكأنه غير موجود، وهو حتى ما استوعب انه اذا صدق قاعد ولا حن نايم وان هذا مجرد حلم. وكل يوم لما ينام بيقعد تشوفنا في شغلات غريبة اكثر قاعد تصير بالشقة. صراحة انك لما تلعب وتعيش القصة تقول ببالك ان اخرته بيقوم من النوم وان هذا كله كان مجرد كوابيس. بالاخير اعطونا رايكم شلون الالعاب اللي تشوفونها كانها احلام وممكن الشخصيه الرئيسيه تقوم باي لحظه وان اللي قاعد يصير معاه مجرد كابوس. واتمنى ان يكون عجبكم الفيديو، اعطونا رايكم ولا تنسون اللايك والكومنت ومتابعه القناه. يعطيكم العافيه ومع السلامه.